الوزارة هي
Yeah.
كوره ايش ايش كوره فوسفات وجوز بحوره فوسفات وجوز بحوره وعايش العيشه مقهوره وعايش العيشه مقهوره بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن لله نايف
كنقرفوا شعار غنعياو حتى نتوما تفتحوا لنا المجال نقولوا الراي ديالنا والصحافه حتى توصل الرساله ديالنا وتكون بشكل واضح. علاش؟ حيت حنا اش كنديروا دابا؟ كنرفعوا الشعارات واحد الوقت غنعياو غنبقاو جالسين دايرين بحال هكا. يعني قادوا الشكل ديالكم، ديروا مسير. الناس اللي عندهم تنسيقيات مثلا الناس ديال الاداب بالمسيك ولا ديال الاداب عين الشق يفرزوا لنا واحد جوج الناس ومرحبا بهم في الحلقيه وكل يوزع المداخله ديالو. بهذه الطريقه غادي يكون كلشي غيهضر. راه جايين الناس هنا، اسمحوا لي، راه جايين الناس هنا، جايين الناس هنا ما عندهم علاقه كاع بالجامعه، ولكن تا هما معطلين وتا هما حاصلين على اجازات وما استروا دكاتره. واش ما عندهمش الحق تا هما ياخذوا مداخله ويهضروا؟ كيفاش بغيتوا؟ ها؟ لا ماشي باسم صحفي، انا طالب معطل، طالب دكتوراه معطل، مناضل. حتى انا جيت كنناض على حقي، ولكن ولكن الناس شفتوا ليا باش ما تكثرش الهضره. راه عادي جدا اننا خصنا نجسدوا الشكل ديالنا في الحلقيه. الحلقيه كيفاش كتكون؟ من المبادئ ديال الحلقيات انها كتكون شكل واسع على شكل دائره اولا، وكيكون مسير كيفرزوا الجماهير، مسير فقط كيف ما كان، وكتوزع المداخله. ماشي مشكل، ماشي مشكل. واش دابا غتسمعوا ليا؟ وصوتي راه كلكم كتسمعوا دابا ملي سكتوا، كلشي ملي سكت راه ولا كيسمع الصوت ديالي. ياكلكم كتسمعوه عادي جدا. يعني اللي بغى يهضر غادي نسكتوا ونتصنتوا ليه. راه عطاه الله ما نقولوا، وعطاه الله ما نعطيو في الراي ديالنا. وبالتالي
بالتالي الله يجازيكم بخير، اللي عنده شي مداخله ولا اللي عنده شي شيعه راه غايجي يقولوا، ولكن غير بالترتيب، فهمت؟ غير بالترتيب فقط. بالنسبه للشعار دابا فهمت، دابا انت الشعار هذا فين؟ راه ما عندناش كيف نعيا وانا المخزن دابا خاصك تقول يا سيدي انت الشعار، ما تعرفوا انت الشعار، الشعار تحيا بالعكس انا داخل لانني عندي غير على المتقابل، عندي غير على الناس المتقابل، خصنا نعبر على الشكل ديالنا والصوره ديالنا. انا يعقل انك تكون عشوائي حتى في النظام ديالك، وكتطلب من الوزاره انها تكون منظمه وتتفق ليك، راه ما يمكنش تتفق ليها ما تتفقناش. شوف اللي عنده الشعار ولا اللي عندوش كلمه هو اللي غيبقى بوحده هنا. لا بلاتي 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 باش من المبادئ نعطيو مسير عاد يهضر في الحلقيه هو اللي قاعد المداخلات. وانت بغيت تقول شيعه غنعطيك العقوبه باش تقول شيعه، وكل واحد يعبر الراي ديالو، حتى واحد ما غيتقنعش اي واحد بطبيعه الحال. هذا الا صافي خذو انت، انا ما عنديش مشكل مع ناخذ السياره غير سمحتوا لي، غتكون اول مداخله غير ديالي فقط، غير للتوجيه فقط، ماشي حتى شي حاجه اخرى ما غنديرها فقط، غير للتوجيه فقط. اخوان هاد المحاسات كما قلنا بلاتي، كما قلنا كاين مسلمين ما تعطوناش بالدار ديالكم، انتم ما تمشيو لديك الجهه ما تعطوناش بالدار ديالكم باش ناخذوه، باش ناخذوه غير اول حاجه خصنا نتابعوا ليه. الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. هنا شوف اسمح الاخ اسمح لي، الله يجازيكم بخير. هنا حاضره معنا صحافه كتصور واحد الصوره ديال الطالب المتقاعد، وما ادراك ما الطالب المتقاعد، راه طالب ملي كيجي من كليه الاداب راه يضرب له 1000 وزن، وما بالك بالطالب الا كان كيورينا الصوره ديالو في هذا الشكل هذا. بالتالي حنا خصنا نعطي واحد الصوره لهاد الصحافه ملي غادي تصور، تصور واحد الوجه نقيه. هذه نقطه، نقطه ثانيه اللي هي مهمه، ان هذا الشكل هذا الا بغينا نجسدوه اول حاجه خص يكون احترام متبادل ما بيناتنا، هذه اول حاجه. بطبيعه الحال اللي كيدخل واحد الشكل راه ماشي كيحتكر الموقع باش يركب على النضال ديال الطلبه، بالعكس هذا النضال محسوب ليكم كامل، ولكن غير الا بغيتي راه كاين مسير، خذ الاوكي ديالو ودخل. تفضل سي المسير. بطبيعه الحال شوف انا 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 غناخذ السير، ولكن بطبيعه الحال من بعد الموافقه ديالكم الا قبلتوا عليه. أول حاجة كنبداو بها غير من المبادئ ديال الحلقيات، من المبادئ ديال الحلقيات. غاز عندك مداخلة راه كدير بحال هكا وغتكون المداخلة ديالك فقط، هذه الأولى. ملي كيعيا داك اللي في المداخلة بغيتي ترفع شعار، كاينين الناس مخصصين بالشعار مثلا اللي كانوا كيرفعوا الشعار مؤخرا هما اللي غيرفعوا الشعار. دابا غنفتحوا باب المداخلات، اللي عنده شي مداخلة يتفضل مرحبا به، وهكا غيكون تنظيم الحوار. يلا اللي عنده شي مداخله يتفضل، وغنمشيو بالترقيم، غنشوف الترقيم. مداخله رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، أربعة، خمسة، بقى خمسة الأول، بقى خمسة صافي، ناخذ خمسة المداخلات ومن بعد غادي يلا تفضل. بطبيعة الحال المداخلة غتستمر الماكسيموم جوج دقائق باش ما نكثروش. سكات سكات كلشي يسمع. على أيين تحية جميع الطلاب اللي لباوا هذه الدعوة، تحية للمعطلين والمجادين اللي لباوا هذه الدعوة هذه أمام الأكاديمية، كنجسدوا اليوم هذا الشكل ديالنا وهذا الموقف ديالنا. هاد الحكومة ديال السي هم اخ الناس اللي مازال ما كملات حتى 100 يوم من التشكيل ديالها، وكتجينا بقرارات عشوائية. فرضوا علينا التلقيح قلنا ماشي مشكل، ومشينا درنا الفاكسان وماشي مشكل، ولكن باش انه
تجي وتكون انت شي محل ديال الخمار ولا شي سهره عموميه وتجي باش انك تقول لي تخرج بواحد جوج القرارات اللي ما حسبتي ليهم ولاد الشعب واللي ما اعتبرتي فيهم ولاد الشعب وجيتي بغيتي تقصي واحد الفئه كبيره من الشعب مولاد الشعب الاحرار وحددتي السن 30 سنه يعني كتقول لي الى عندك 31 سنه سير شفر سير جريسي سير قتل سير دير بزاف ديال الحوايج ولكن انا ما غنسكتش لك السير وزير على هذيك وجيتي كتقول لي بان كتميز وكتعطي اسباقيه لاصحاب علوم التربيه انا ما كنضربش هذوك الناس وانما خاص يكون تكافؤ الفرص تكافؤ الفرص اما بالنسبه للنقطه الثالثه وهي الانتقاء طوباش من معيار كتقول لي ان داك اللي عنده 10 ما عندوش الجوده ولا داك اللي عنده 15 عنده الجوده شكون اللي قال لينا داك اللي عنده 15 فاش جاب هذيك النقطه واش باك صاحبي ولا بشي حوايج اخرين ما غاديش نذكرهم الكفاءه كتكون بداكشي اللي كاين هنا حط ليا الامتحان وحط ليا الورقه وديك الساعه ما غاديش نجي نحاسبك الا سقطتيني لهذا خاصنا نبقاو متشبتين بموقفنا النضالي حتى اسقاط هاد القرارين الظالمين في حق ولاد الشعب. اولا تحيه نضاليه للمداخله ديال الطريف، الان كنفتحوا مداخله رقم اثنان. تفضل. انا هنا. تحيه نضاليه. سيدي الطريف واحد القوس فقط، راه ملي تيكون مفتوح الشكل راه من العيب والعار انك تدوز وسط الحلقيه. ملي يكون مفتوح الشكل اول حاجه كنلتزموا بالصمت، كنصمتوا للطالب ديالنا. علاش؟ كنحترموه اولا حيت هو داخل كيهضر، وثانيا باش عاد نمشي ونجيب الحلقيه راه ماشي احترام. تحيه نضاليه لجميع طلبه جامعات المغربيه السبع عامه، لا بن مسيك لا عين الشوق ولا كذا. هدفنا واحد، علاش جينا حنا اليوم؟ جينا كندويو على جوج ديال المسائل، مساله الانتقاء ومساله السن. لا يمكن انا طالب عنده في السن ديالو 30 سنه نقولوا ليه ما عندكش الحق دي مباراه دوز مباراه ديال التعليم، كيف يعقل هذا؟ شنو هما هاد المعايير اللي خدات على هاد الوزاره هاد الاشياء هادي؟ راه ما يمكنش ندويو بالدارجه ما ندويوش اللغه العربيه. حنا طالب كيمشي لافاك عنده ترونسبور عنده اكل عنده مصاريف يوميه كيتعرض لهاد الشيء افار، كيتعرض كريزاج، كيتعرض للسرقه، كيتعرض لمجموعه الاشياء. هذا ظلم حق الطالب، ورغم ذلك كيمشي كيتقاتل على قبل الاب ديالو، على قبل امو، على قبل خوه، على قبل خالتو، على قبل اي شخص باش يحقق ذاته، باش يستقل. في الاخر تجي وزاره ديال الشي ساكن بالموسى تقول لك ما عندكش الحق، اسيدي انت اللي ما عندكش الحق. طالب اللي عندهم 30 سنه خاصهم يخدموا، اللي عنده 27 28 29 خاص يخدم. اي وزير فايت هاد السن هذا ما خاصوش يدخل الحكومه. لا طلبة كاملين كنعانيو، احنا كاملين، لا صحافة، لا صحافة، لا رجال الأمن مشكورين، حتى هما عندهم أبناء، حتى هما عندهم خوتهم، حتى هما عندهم والديهم. أي واحد هنا مسؤول راه واقف وحاسب الضابة عنده، ما حاش فيها راسمي عند عمو، عند خالو، عند خوه. دونك هاد المسألة راك تهدي المسألة ديالنا كاملين، عرب، أمازيغ، جميع الفئات. اليوم إلا جينا غادي نقولوا باللي غادي باغي نبدلوا، وشنو باغيين؟ باغيين تغيير، هاد التغيير هاد القرارات الجائرة خاصة تحيد، ما خاصهاش تبقى، خاص يترد الاعتبار للطالب المغربي، صفة الجامعة ما بقاش جامعة دابا، ولات جامع، ما بقاش جامعة، خاصنا نعطيوها المكان اللي كانت فيها، الجامعة اللي كتدخل فيها كيتثقف، كيقرا، كيوعي ولاد الشعب، هنا ما باغيش بنادم يوعى، حنا باغيين نوعاو. وغادي نقراو وغنبقاو ناضلو 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 حتى نوصلو تحقيق مبتغى. في الاخر غادي نكون شعار واحد وغنتحدو عليه كاملين، بالموسى يا جبل فالطالب لا يهان، بالموسى يا جبل فالطالب لا يهان، بالموسى يا جبل فالطالب لا يهان. والتصفيقية كاملة. اول حاجه كما قلنا راه كاين مسير ياك،
اذا الشعارات راه غيكونوا للمسيين هو اللي ولا غيقول شعار ندخلوا بس يقول الشعار مرحبا به. دابا باب المداخلات هذه المداخله الثانيه الان غتكون المداخله الثالثه وصلنا دابا حتى المداخله السادسه اذا انت المداخله السابعه طبيعه الحال. دابا غنتفضل غيتفضل المداخله. اولا السلام عليكم وتحيه نضاليه لكل من هو واقف امامي ويسمع كلامي. نحن الطلبه الاحرار ولن نقبل بهذا العار. ألستم من تعلمنا على يدكم أن الثعلب المكار سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلزوا. أنتم نعسوا هما غيديروا اللي بغاو. حاولوا أن تدافعوا على حقوقكم فهم يشجعونكم على أن تلقوا بأنفسكم إلى البحار أو إلى الانتحار. فنصف الشباب لو فتحت الحدود لما وجدتهم في المغرب وشكرا. كنحيدو الطالب على المداخلة ديالو طبيعة الحال. تقريبا المداخلة المتميزة لحد الساعة كانت مداخلة جيدة وحنا ما كنقولش أنها كانت حسن من المداخلات اللي دازو ولكن إلا كان المداخلات بهذا الشكل وبهذا التنظيم طبيعة الحال غنوصلوا واحد الصورة اللي هي جيدة ديال الطالب. والآن المداخلة رقم أربعة مداخلة رقم أربعة مداخلة رقم خمسة اسمح لي الطالب مداخلة رقم خمسة تفضل. السلام عليكم السلام عليكم وتحياتي لجميع الطلبة والطالبات. جئت اليوم لا لشيء سوى للتحدث والتكلم عن حقوقهم وأقول من هذا المنبر أننا صامدون وسائرون إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. وأقول كذلك أنه الغرض من هذه القرارات الجائرة والارتجالية واللا معقولة واللا معنى لها واللا جدوى منها هو ضرب فئة عريضة من الطلبة أي ضرب الشباب. والشباب إذا كانوا الشباب هم النخبة الديمغرافية ديال هذا الوطن العزيز فالطلبة هم النخبة المعرفية ونحن كطلبة يجب أن ندافع عن حقوقنا بكل ما نملك من غيرة ومعرفة وقوة ونضال وصمود. وأضيف إلى ذلك أن هذه القرارات تلعب معنا سياسة فاشلة وهي سياسة العض على الأصابع أو الهروب إلى الأمام. فهم بذلك يرمون بالطلبة إلى البطالة التي تهددهم ذات اليمين وذات الشمال. إن البطالة أيها الطلبة ترقص على أكتافنا رقص الموت وستنهكنا. وأقول لكم من هذا المنبر تحياتي لكم وتحياتي لجميع من حضر. المداخلة رقم 6 رقم 6 لا رقم 6 السلام عليكم ورحمة الله. كنشكر الطلبة كاملين اللي ساندونا وجاو معانا من كلية عين الشق. حنا طلبة كلية بن مسيد من يوم الاثنين وحنا مقاطعين للدراسة في المدرجات وفي القاعات الجامعية. لاش لهذا الغرض هذا القرار اللي ما كنسميوش حنا طلبة قرار كنسميو غير مذكرة لازال لم يصادق عليها تي ياخذوا بعين الاعتبار المطالب ديالنا. أنا كطالبة مشيت تزوجت ولدت ما عنديش الحق رجع نقرا ما عنديش الحق نتوظف. إلا افترض أنا توفى ليا الزوج ديالي ولا أنا كلخت ما نخدمش شنو غندير؟ شنو غنخرج ندير في الزرقاء؟ غنبيع الحرشة ولا نسمن كما كنشوفوا الأمهات ديالنا؟ غيتلاو بينا الوقت؟ طبيب ما غنلقاوش باش نمشيو ليه؟ ما غنلقاو حتى خدمة اللي غتقبل علينا. كناشد جميع الطلبة على راسكم أنا مقاطعة الحصص الدراسية وكناشد الدكاترة اللي كيقريونا حتى هما يتعاطفوا معانا لأن هادشي كيمسنا حنا الأولين. لاش غنقرا؟ كنعاود نقولها إلا كان غيتصادق على هاد المذكرة أنا شخصيا ما غنكملش الدراسة والعديد من الطلبة غيسحبوا البكالوريا ديالهم لأنني أنا لا خديت هاد الإجازة غنعلقها بالدار. ولدي عنده 10 سنين كيقول لي ما غنمشيش للمدرسة. انتوما غتدخلوا لينا الأطفال ديالنا السم ديالكم الحكومة.
غادي تخرجوا لينا على ولادنا. من هذا المنبر كنوجه لكم هذه الرساله ولجلاله الملك، انصرنا حنا ولاد الحكومه، حنا ضعاف ولكن بعلمنا قوى منكم، حنا حسن منكم. حجينا حجينا واحتجينا على المذكره ديالك اللي اصلا كنقولها كون قريتي انت في الجامعه المغربيه وضربتي على بوليكوب باش تشريه وطلبتي باش تجيب ترونسبور وجيتي على رجليك ومشيتي في الطوبيس. حنا ما كنمشيوش في الترام اصلا، ما كنمشيوش بيه، حنا كنمشيو في الطوبيس. حنا بنفسك كنمشيو، باقي كنمشيو في الكوتشي، كنمشيو في الكرويله. كون جيتي وقريتي بهاد الممارسات اللي كتمارس علينا، هذا ظلم في حق الطالب، حشومه وعيب وعار. ظلم طلبة علم، راه ماشي كتظلمش بكارف باقي. غير بالنسبه للشكل حاولوا نديروا شويه. وكنحيوا الطالبه على المداخله ديالها، الطالبه بحال هي كانت مداخله قيمه، مداخله كانت في المستوى، عبرات على المعاناه اللي كيعانيوا منها جميع الطلبه والمعطلين. لان كما كنقولوا ان الوزير ملي كينتقل من واحد الوزاره اللي هي وزاره الداخليه وزاره العرف الى وزاره التعليم وزاره الاداب والعلم، يعني هناك تناقض صارخ، فكر مخزني الى فكر العلم والاداب. هذا التناقض. التناقض الثاني، شكون اللي محروم من هذه المباراه؟ محروم الطالب اللي دخل في الجامعه مفتوحه الاستقطاب اللي هي اصحاب 10، اللي عنده الميزان بطبيعه الحال ما غيدوز للمدارس. اذا انت واحد الوقت تقول لهم كتفتح لهم المجال يدخلوا الجامعه ب10، وملي كيسالي الاجازه ديالو كتقول لي لا، كتقول لي خصك الميزه باش توظف، خصك الميزه باش توظف. التناقض الثاني. التناقض الثالث، كيفرض علينا 30 سنه وهو كيسير الوزاره اللي حنا فيها وفايت 30 سنه. بمعنى ان هذا الوزير هذا الدراسه ديالو ما عرفت من جابها، يمكن هو كان كما كنقولوا قاري فرنسا جاي يطبق اشياء ديال فرنسا، ولكن نسى بان فرنسا عندها مستوى ديال العلم مرتفع، عندها بنيه تحتيه ديال المدارس الجامعيه مرتفعه، كيقارنها مع دوله باقي كتعاني غير من العنف، باقي كتعاني غير باش توظف شروط العبوديه فقط. حتى الشروط والحقوق والواجبات ديالنا ما شفناهم، ما كاينينش. يعني حنا دابا كناضلو، اش كناضلو؟ كناضلو باش ندخلوا لواحد المكان ديال العبوديه فقط اللي هو التعاقد، حتى الحقوق ما كايناش. زائد التناقض الرابع هو انهم بغا يرفعوا سن التعاقد، سن لا 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 التقاعد، سن التقاعد 63، في حين ومن بعد غيولي 65. يعني هاد الناس ممكن يخدموا، حيت وصلوا 60 عام يخدموا، حنا وصلنا 30 عام غير صالحين، غير صالحين للعمل. الصلاحيه ديالنا انتهت، وشدينا التقاعد 30 سنه وبطبيعه الحال بدون عمل، بدون عمل وبدون صالير، يعني ما عندنا حتى التقاعد ديالنا ما كاينش. شوف التناقض، شوف التناقض. بطبيعه الحال حنا خصنا نلتجؤوا لدار العجزه ونجلسوا، لان ما عندنا حتى شي وظيفه غير صالحين. شكون المتضرر الاكبر؟ شكون المتضرر؟ اصحاب الاجازات الاساسيه بطبيعه الحال، ماشي اصحاب علوم التربيه. حنا كنحترموا الناس ديال علوم التربيه بطبيعه الحال، ولكن ما يمكنش يطيح من القيمه ديالنا، لاننا حنا قرينا في واحد الجامعه اللي هي اصلا ما يمكنش تاخذ فيها الاجازه الا ما كنتي كتسهر الليالي وكتقرا وكتثابر باش توصل لواحد المرحله. والكل يعلم ان نقطه 10 الا بغيت تاخذها، الا بغيت تاخذها خصك تسهر عليها شهر شهرين الا خديتيها. وكلنا يعلم كذلك ان المدارس العليا، والمدارس العليا هي بطبيعه الحال راه مدارس فرنسيه، لينيس راه مدرسه فرنسيه، مدرسه فرنسيه، سيستيم فرنسي باش تعرفوا هاد الشيء، هي مدرسه فرنسيه اكثر من الجامعه. بطبيعه الحال الجامعه هي مدرسه فرنسيه، ولكن الجامعه هي اللي فيها ابناء الشعب اللي كيعاني، ابناء الشعب الفقير العادي. ولينيس كيمشيو لها الناس الراقيين،
وبطبيعة الحال النقاط عندهم حتى هما راقيين، كياخذوا 12 13 14 فابور. بعض المرات ما كياخذوا حتى الكونترول، ما كيدوزوه النقاط، كياخذوهم فقط غير بالشفوي. حنا يكفي ان الاستاذ كيحط لك ورقه فيها سؤال تبقى تجاوب النهار كامل، وفي الاخر يحط لك 6 نهار كامل، انت كتكتب وفي الاخر يحط لك 6. يجي واحد من لينيس كيعطيه كلشي، يعني علم على جواب صحيح، كياخذ 16، وفي الاخر يجي يقارنوا معاك انت اللي واخذ الماستر واخذ الدكتوراه. الى لاحظتوا هاد المداخله الاخيره ديال الكاتب العام، قال لك ان ناس لينيس اصحاب الاجازه احسن من دكتور في الاجازه الاساسيه في المدارس الجامعيه. شوف التناقض الصريح بمعنى انا العلم كامل اللي كان كيقرينا استهزاء بينا كطلبه العلم، هادو كيستهزئوا بينا. اسمح لي غادي نعاود ندخل، حيت هادشي كيمرض، حيت هادشي كيضرب في الجزر ديالنا. حنا مني انت غاتجي تعطيني، انا غتعطيني جامعه الاستقطاب مفتوح، علاش غتحلها؟ غدير ليها جامعه الاستقطاب المحدود، باغي 12 و50 غتقول لاي واحد بغى يدخل عندك 12 و50 دخل، ما عندكش ما تدخلش. هذاك اللي ما عندوش غيمشي يدير باك ليبر وغيعاود وعاود يضرب تماره فيه ويجيب 12 و50 باش يلا يحقق الحلم ديالو. ما غاديش تخلي اي واحد يدخل، اي واحد دخل. الاساسي ده من هذا المنبر كنقولها اليوم، النقط اللي كتعطيونا كتعطيوها لينا حيت حنا كنضربوا عليه وتماركوا استحقوها، ماشي بحال هادشي اللي كيدوا عليه مثلا اللي كيقراو علوم التربيه او اللي كيقراو اصلا. كنقولها ونعاود نقولها، حنا المواد اللي كنقراو كيكونوا ما عندهم علاقه بالشعبه ديالنا، يعني كنكونوا اصلا واعيين وفاهمين وعارفين المنظومه البيداغوجيه في الغاده كنمشيو بها، كنعطيو الاستمراريه، ماشي بحال غنجي غنعطيك المقرر. انا ولدي حاليا الى قرا في المدرسه ما بغيتوش يتعلم المقرر، اصلا المقرر فيه بزاف المشاكل، ما غنعاودوش نهضروا في هذا الموضوع. غير كاضافه لهاد القضيه ديال الكفاءه اللي قالت الاخت، باش تلاحظوا مزيان وتسمعوا مزيان، تسمعوا مزيان ان كليه الحقوق ستات كما كتعلموا الخبر الصادم ديال التحرش الجنسي، يعني هنا غادي نسطروا على نقطه الكفاءه ونسطروا على النقطه ديال الجنس مقابل النقاط. بمعنى كتلقى واحد جايب 16 وعلم الله ما كيفاش دار وجابها، باش عرفوا هذه القضيه هذه. ها الكفاءه، السي بن موسى يعرف هذه القضيه ديال الكفاءه ويسطر عليها مزيان، الكفاءه فين كاينه؟ هذا الشيء راه غير اللي واضح، غير اللي واضح. ما خافيه كان اما اللي خافيه راه اعظم بطبيعه الحال، راه ما كنشوفوش ما كنشوفوش. زيدوا على القضيه ديال 30 عام، خصكم تعرفوا ان النضال ديال الطلبه راه ما كانش، وديال المعطلين راه ماشي عبثا، ولا حنا تصارينا وبغينا نوضوا الصداع هكا. راه ما نضنا حتى عرفنا اننا راه ما عندناش بديل، ما عندناش بديل. اولا ما تبغي تحط الشروط، الشروط ملي كتبغي تحطهم كتوفر الظروف، خصك توفر لنا الظروف اولا. اشنو هي الظروف؟ كتقول لنا ما تدخلوش الجامعه تقراو وما تدخلوش تقري ولاد الناس، اذا وفر لنا وسيله اخرى باش نخدموا. حنا راه دفعنا السيفيات مشينا قلبنا في شركات وبينا نخدموا بادنى الشروط، وحتى الدبلوم ديالنا ما احترمناه تقريبا. هذيك الخدمه اللي غنخدموا يلاه كنخدموها بشهاده الكاتريال، وعندنا ودكاتره وكنخدموا ب 1500 درهم. شوف التناقض، وفي الاخر كيجي يشرط عليك 30 عام، 30 عام وما ادراك ما 30 عام. هذه الاولى في التعليم، 30 عام في القضاء، 30 عام في الامن الوطني، وفين غنمشيو حنا مثلا؟ نمشي نديرو روتيني اليومي مثلا. باش انا في اليوتي هي اللي بقات، باش تفهموا اكثر، باش تفهموا الخطوره ديال هذا القرار. راه بعض المرات راه ملي كتفكر راه غينتهي لك التفكير. علاش؟ راه ملي كتشوف انك التعليم غتمنع من التعليم، غتمنع من القضاء حتى هو 30 عام، وراه كلشي جايه، راه غير خصكم تعرفوا راه كلشي المجالات جايين 30 عام، ياك؟ وغنمشيو للامن الوطني 30 عام. واحد شوي غيقول لنا وسيروا للمدارس الخاصه، اللوبيات ديال المدارس الخاصه اخطرهم. خصكم تعرفوا هذه القضيه، اللوبيات ديال المدارس الخاصه اخطرهم، بمعنى راه هي مساهمه في هذا القرار ديال 30 عام وديال الانتقال. ها باش تعرف راه اللوبيات ديال المدارس الخاصه متخبطه اخطبوط داخل الحكومه. بمعنى ملي كتدخل المدارس الخاصه باش تقرا اش كيوقع؟ انت عندك 30 عام، بمعنى غنعطوك 1500 درهم وغنحرشو بك النهار كامل، ولا ما عجبك الحال
راه الشارع اللي عندك ما عندكش التعليم، حيت ديك الساعه كنت كتبجح علينا راه انك راه عندك التعليم تمشي تدفع له وتجوز فيه. دابا لا ما بقى عندك والو، بمعنى غنفرضوا عليك الشروط ديالنا وغتخدم عندنا بزاز عليك، سواء دكتوره سواء اجازه سواء باك. هذا الشيء اش كيبين؟ كيبين الخطوره ديال المدارس الخاصه، بمعنى الدوله كتهرب من المسؤوليه ديالها. اش بتقول لكم؟ بتقول لكم حنا دوك الفشل ديالنا كحكومه خصنا نردوا لكم نتوما. والدليل على ذلك من 2011 منذ صعود العداله والتنميه، وهما كيديروا اصلاحات باش يجيبوا الكفاءه. قال لك اسيدي هذيك القضيه ديال الانتقال غنحيدوها، العمر غنحيدوها، شي في 2011 حيدوه. علاش؟ شنو هو السبب؟ السبب باش ندخلوا الكفاءه. نفس السبب كيعاود ينتقل عاوتاني مع حكومه العثماني، نفس السبب غادي نفتحوا الانتقاء ونزيدوا حتى ل 50 في العمر، ماشي مشكل، باش ندخلوا الكفاءات. جا هذا المسيو ديال بالناموسه من طبيعه الحال، اما بالموسه ما جاياش معاه، قال لك 30 عام. تخيلوا معايا 30 عام، وشنو السبب؟ نفس السبب ديال 2011، بغينا ندخلوا الكفاءه. شوف التناقض، التناقض الصارخ. باش تكملها اليوم غادي يكون عنده واحد اللقاء خاص من طبيعه الحال، غيكون عنده واحد اللقاء خاص وانتبهوا للمغالطات اللي غيمرر. دائما غيبقى يلصق ديك القضيه ديال 30 عام. حنا كنقلبوا على الناس ديال 30 عام غتكون عندهم كفاءه، بمعنى هذوك الناس ديال 45 عام غيكونوا نساو البيداغوجيه ديال التعليم. واش حنا بالضروره غنشدوا الاجازه 30 عام؟ كان اللي شدها في 40، كان اللي شدها في 45، وباش ما نطولش عليكم غادي نفتحوا واحد القوس ومن بعد غادي نمروا المداخله رقم 7. تفضل. يقول عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. يجب عليكم ان تؤمنوا بهذه القضيه، وعلى الدوله ان تعلم ان قراراتها رديئه ومنحطه ودنيئه وذاهبه بنا الى الصحراء وآيله بنا الى السقوط. واقول ان الدولة تريد أن تغطي بهذه القرارات على ملفات كبرى، ملف الحسيمة وملف الريف وملف يعني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقب. هذه التغطية التي نحن نعرفها ونعيها ولن نستصيغها، وأقول أن هذه القرارات لا جدوى، وشكرا للطلب على الحضور. أنا واحد يقول لك بخير، إلا كان ممكن نوسعوا الشكل شوية، بطبيعة الحال والناس اللي أصحاب الشعارات يطلبوا معنا. على النداء سائرا، على النداء سائرا، الموت ولا
We'll be right back.